احنا ما بنمنعش حدا بس تنزل لو سمحت لنا تدخل شوي صمت عجلوني على كمان ماشي سبع دقائق خلاص طيب مرحبا جميعا كيف حالكم؟ أول شيء قبل ما بلش بحب أحكي شكراً لكل واحد اليوم إجا مشان مشروعي تمام؟ قبل ما بلش الناس عارفين مجدي قبل ما معجوم فبدي أرجع العجقة وين موضوع؟ فمتعودين على العجقة اللي فيها أنا يلا عجقني طيب. طيب إيش هو مشروعي؟ قبل ما أحكي إيش هو مشروعي أحب أعرف مين هو مجدي قبل ما أعرف أنا من النوع اللي بحكي بسرعة تحملوني شوي 20 تايم فوق خلص كل شيء تمام طيب مين مجدي؟ مجدي دولار مصور ومدرب فوتوغرافي متخصص في مجال تصوير الطبيعه صار لي مصور تقريبا 5 سنوات حصلت خلال 5 سنوات على 13 جائزه دوليه مصور الفت كتابي عن التصوير تم اختياري من افضل 100 مصور عربي على مستوى الوطن العربي كامل وكنت الوحيد من الاردن واحده من اعمالي قيموها من افضل 24 صوره بالعالم في عام 2013 بعديها طرحنا مشروع جديد هو فوتوغرافي قبل ما احكي ايش هو فوتوغرافي خليني احكي ايش هو مصور دائما مصور بينسى السؤال انت دائما تصور طب مين مصور هذا كل المصورين بعالمنا مشان هيك من السؤال هذا طلع فوتوغرافي فوتوغرافي هي عباره عن مشتقة من كلمتين الكلمه الاولى ست والثانيه فوتوغرافي فست بمعنى جلوس فوتوغرافي هو التصوير فطلع عندي فوتوغرافي السلوغان تاعي We have a story to tell. عندنا قصة أو حكاية بدنا نحكي لكم إياها. كيف بلشت فوتوغرافي أو كيف نظام تصويره؟ أنا من النوع اللي بطلع الصحراء كثير وكثير ضيعنا بالصحراء. واحدة من طلعاتكم إحنا أصدقائنا بس قبل ما أحكي ست شغل أو معك. طيب كيف بلشت فوتوغرافي؟ كنا بالصحراء بعد مشي ما يقارب 4-5 ساعات متواصل بدون ما يبدون إشي تعبنا فنمنا أنا والشباب على الأرض حتى نشوف زي ما نجوم. واحنا من الارض صليت لقدام فشفت بوتي الموجود هون تمام شفت المنظر اللي قدامي اللي هي مجره درب التفاني تمام فشغلت الكاميرا وقعدت اصور البوت بحيث يدخل اسم مجدي داخل الصوره عشان هيك صورت عده صور بلشت بالاردن رحت على دبي وان شاء الله شهر 7 رح يكون في ماليزيا تصوير طيب ايش هو الفوتوغرافي هو مبدا تصوير جديد بحيث انه يدخل جزء مصور في الصوره بحيث انه المشاهد العادي يشوف المصور شوف بعينه مشروعي يكون كل عباره اليوم عن تيزر فقط للمشروع الكبير اشتغلت مجموعة بوسترات أول شيء إحنا دائما مصورين نستخدم الكاميرا، الكاميرا هي عبارة عن أداة اللي بتدخل الضوء للاستخدام. بعد الكاميرا عندنا العدسة اللي بتعكس الصورة اللي راح يشاهدها المصور. عندنا أداة مهمة كثير هو التايبود اللي هو لازم تستخدمه عشان تحصل على الحدة والشار المطلوب. بعد الحدة عندنا المكان اللي لازم يكون مناسب للتصوير، فأنت تقدر تطلع وتدور عليه لتلاقي مكان. بعدين عندنا البوت اللي هو عبارة عن مشروع كامل استخدمته وآخر شيء نحوله نفاذ هل ممكن يطبق المشروع على أرض الواقع؟ المشروع أنا بلشت فيه بلش بالأردن اليوم افتتاح رسمي له لكن كصور رح تعرض لأول مرة رح تكون يوم الأحد 24 شهر هاي بتحدى عودكم هل بتفتح دعوة؟ طيب هل ممكن يستخدم الفن بنوع ثاني غير كفن؟ هل ممكن يستخدم في الادفرتايزنج؟ جهزت هنا بعض المجموعات اللي كيف ممكن يستخدم مشروعي حول العالم او الشركات تستفيد منها. هون بعض الشركات كيف ممكن تستغل مشروعي بالدعاء الإعلان بطريقة شيء طريقة مبتكرة. هاي
كمل ودي كمل كمل. طيب برضو كانوا عمل تيزر نعمل له فيديو. هذا التيزر اللي كان شاف عليه المشاهد. المار محمد طلع صح؟ هيك هو هيك هيك الكوميرش. واخر شيء الويب سايت اللي تم اطلاقه امبارح رسميا الويب سايت كامل بيحكي عن المعرض رح ينطلق الصور فيك اول مره بعد ما يبلش المعرض رسميا. اشتغلنا هون رولب بعد الصور اللي اشتغلنا عليها. وكيف ممكن لو الشركات طلبوا بتسلم الشغل بتسلم على سيدي زيك ما بيحب خلاص أزيل. هذا غلاق هاي 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 يعني ما حلاش يحكي يا شباب شباب صوت صوت زاوي زاوي يهبل كلام التيزر مشان نجيب الفيديو. حطينا البوت وكمل شغلته وكل واحد صار يمر هنا يسأل شو قصة الصورة وهي هي قصة الصورة. يعني انت جاوبتني على السؤال اللي احكي لك اول شيء كتيزر. التيزر لازم يكون اكثر انترستنج لازم. حتى شو معنى تيزر؟ يو هاف تو تيز بيبل يو هاف تو تيز مي. هلا بالنسبه لي انت حاجات مش قصتك. انا بدي اشوف البوت هذا نفسه هو التيزر. انت شو هيك حلو بس انت مشروعك انه عم تقدم لي البوسترز هذول لازم هاي نظرتي. انا بالنسبه لي هذول كثير ايكونز كثير كليب ارت ما بيعكس ما بيعكس التيزر. يعني انا بناخذ هذا المادة. يعني انا اول شيء باي ذا وي حبيت الكواليتي اوف برزنتيشن نايس وبعرف تصويرك بيعرف بعض الناس بس حبيت اكثر شيء حبيته مشروعك هذا لو في شوية اضافة بس البوسترات اللي هو المين ثينج انا بحس انه هذول يو دروب. لا لا مش حابب لا ابدا مش حابب مش حابب لا بالنسبه لي انا بدي اشوف تيزر بشوف بوستر زي هيك في كليب ارت اوف كاميرا او ايكون اوف شتر سبيد ولا وات ايفر ما بتشدني. يو هاف تو تيز مي. لازم 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 تخليني افكر لازم تخليني اسال الناس لازم كثير الورد اوف ماوث يسموها بيجي ناس نحكي عن الموضوع حتى ينجح مشروعك هذا التيزر. اما اشوف هذول ايكونز يو ونت تيز مي يو ونت ميك مي اسك كويستشنز حلك موجود اتس ذير. الصور البوت هذا بانفايرمنت مختلفه هو التيزر تبعك زي ما انت حاطه بالفيديو اوريدي انت حاطه بالفيديو الفيديو نفسه هو البوستر نفسه مشروعك خلص مع البرزنتيشن كذا بتكون بيرفكت. اسمع شغل من ناحية صور هذا الحكي أنا لما بلشت كنت كثير فعلا أنت you are a very good story teller تشغل لك كاميرا تحطها قدامك تسمع حالك شلون بتسولف أنت تسمع حالك قدامك بتسولف الناس تسمع اسمع حالك ليش نغل أنا أفضل صوت بس هي الأفضل من الشغل هذا كله هذا الشغل كله على زي الله ففي عندك قصة احنا بنحكيها هاي القصة تتفكرون نشوفها بفيديو تمام هاي لو يجيونا هلا بفيديو نسأل الرأس البصير بزي اشوف مش بس هي هلا شغلة ثانية مش عارف ليش نسوي ستوب هلا انت بتعلن عن حالك ولا بتعلن عن ستايل تشتغل على مشروع تمام ولا بتعلن عن فوتوغرافي كشغل تعرف في واحد هذا فولو مي فولو مي تمام لما اشتغل عليه اشتغل على السوشيال ميديا كامبين هو هذا اللي يعني جيني اذا كان ما هو طلع تمام عشان هيك مشروعي بلش من الاردن نعرف بلش من عمان بعد حتى كل سنه في دوله حول العالم ماشي بس خلينا نرجع شوي لورا نرجع لورا تمام نحكي عن مسجد الله مسجد الله بس ما تحكيش عن ستون اذا بتشتغل فيها ويشتغل بهذا الستايل تبعك لانه اذا بتكمل بهذا المنظر نعم هذول الستوريز this is your story this is your كابتر مول فور مول غير هيك هذا ممنوع مسجد الخليفة نعم يس ات از يور ستوري
مين هم؟ مين ستور بك؟ تعود احكي عن نفسي بالجبل. هذا كان هو تخربط. عم تحكي عن حالك وعم تعمل حالك. تعود احكي عن حالي، دائما بحكي عن حالي بسيخ الجبل. رئيس دولة. كرئيس دولة يعني ها؟ رئيس دولة ها؟ اقبال. تعرفني ليش؟ هذا عم تعمل دعاية مع المخور. انت عم تعمل كامبين عن المخور. كيف تحول العالم كامل؟ كيف ممكن تستخدم الصور؟ أنا كيف ممكن أستخدم الصور؟ بالدعاية بطريقة مبتكرة من جديد بالدعاية عشان هيك بدأ الفيديو سامي يكمل. لو خالص عشان هيك حبيت تشوفوا تفضلوا على لا لا صحيح هذا الشغل بخليني اروح على مره ثانيه انا بدي بالمره مش متشجع تمام لو مش هذول الاشياء اللي بتصير تقدر تحكي برزنتيشن اول تايم انت هذول البرزنتيشن ذس از يور برزنتيشن خليني احكي عنها هذا اللي بدي اعتبي عليه انت بتحضر لمعرض على عيني وراسي بس انت هون انطلاقتك من هون بلش قبل المعرض بعزز شغلي ثلاث اربع صور من شغلي بتعزز المعرض على اساس يكون الناس اقوى من اللي راح توصل له هناك بيجي مرحله ثانيه انت مش موجود دائما فحط كاميرا قدامك سيريسلي اشتغل على حالك بهذا المنظر ان شاء الله يعني شوف حالك كيف وهذا بده ينتقل لك لفيديو ان شاء الله حصل يا اخي يلا مجدي تعال تعال هون يا مجدي يسعد ربك يا مجدي ابو امو شيوخ بابا مجدي مبروك مجدي مبروك مجدي مبروك مجدي مبروك عمي احكي كلمة لمجدي احكي كلمة مجدي مبروك بس مبروك ألف مبروك 150 خالتي احكي كلمة لمجدي مجدي رضا الله رضا والدين ان شاء الله بصير هيك دائما دائما امور الحمد لله تمام اكيد رضا الله رضا والدين ان شاء الله خير الحمد لله الله يوفقكم يا رب مجدي احكي كلمة لحالك خالتي احكي كلمة لمجدي ان شاء الله هون على الكاميرا ان شاء الله الف مبارك لمجدي ولاصحابه يا رب ومنها الى الاعلى ان شاء الله اسمع كلام امك يا مجدي ان شاء الله صح؟ ان شاء الله مبروك يا مجدي المبروك حبيبي خلص السلام عليكم سقراط كلمة مجدي الله على الكاميرا الله عندك الف مبروك دائما مبدع حبيبي خلاص يلا مجدي صفوات كلمة لمجدي على الكاميرا ما بردش بردش بصوت عالي ما بردش ما بيرد بالمرة كلمة لمجدي مبروك يا مجدي الحمد لله لخصمك ألف مبروك يا مجدي صوت عالي بخالي بالناش عنصرية ألف مبروك سهسن أسد أسد كلمة لمجدي بس على الكاميرا نعم كلمة لمجدي على الكاميرا مجدي امتى راح تروح تصور السلطات هذا صور فيه ما الله كيفك شو اخبارك ذكرتني برد وين مجدي هيو هون ليش انت بدك يا منير بدك ان شاء الله Thank you.
زعلان يا مجدي ليش زعلان يا مجدي ويا مجدي يا ضد المي يا مجدي يا ضد المي وشد اللي حيلك شوي شد اللي حيلك شوي ويسعد ربك يا مجدي يسعد ربك يا مجدي هاي بتجيب الراسخ الجد خالص بقول لك نزلها شوي عشان بخير صور يا اخي جايب اجريك بتعرف حبيب قلبي خلاص هيك زفت تبونكم ما بتزفت تبوننا كما انا بلزم هذا الفاتح ايش نزفت دي بتصور افكار بتصور افكار طبوش انت بنت اكس خلص بتزف تبونك ما بتزف تبوننا مين تعال ما انا هيني من هون عفوا كنت زغرت لا لا والله كنت زغرت والله كنت زغرت كنت انا ما بعرف زغرت كنت والله جريري مالك طبحتك الآلهة ايه طبحتك الآلهة بتعرف ان هذا كله مصور اه موثق موثق 100% اه شت مقد شت مقد يا جريري حقير احكي كلمة لمجد ولك مجد الف مبروك ان شاء الله منها الاعلى يا رب بس كلمة المجد يا فارس الف مبروك خرجنا مع بعض يا كلمة لمجد يا I love you I love you بصوت عالي احكي I love you كلمة مجد عبد الله يلا الف مبروك يا مجدي مجدي الاخ والصديق عزيز مبارك ان شاء الله ولقدام ان شاء الله مستقبل افضل الف مبروك يا مجدي وحاول تخفف شوي من سرعه طب ليش معصب انت خفش معصب بس جريري بحبك يا كلمة مجدي مبروك حبي مجدي بالله عليك الله يبارك فيك الف مبروك الف مبروك يا مجدي الف مبروك يا مجدي اسمع كلمه لمجدي نجم مجدي عايز اصور الورد مجدي عايز اصور مجدي بس القاع عايز اصور الورد بس خليني اخلص الفيديو عمر كلمة لمجدي مجدي اخ وعزيز وغالي بدون رسمية يعني لا بدون رسمية لانه يعني بالسهل كل شيء منيح فامنياتي له كثير بالتوفيق وان شاء الله انا وياه راح نكمل طريقنا سوا ومشاريع كلها سوا ان شاء الله يلا يا الرجال يلا كمان مجدي انا مجدي انت بتدرس تحميل داخلي شو علاقتك بالقبر عند الكتاب انا مش في كلمه لمجدي نوري شكرا للسنوات الحلوه اللي اعطتنا اياها ومزيد التوفيق والتقدم ألف مبروك وعقبال الجيزة كلمة لمجدي كلمة لمجدي مجدي بحب أقول لك مبروك وعقبال الأولاد مين كلمة لمجدي أنت بتصور فيديو هاي مجدي كيفك عقبال كله ألف مبروك بعدين ألف مبروك إيش كمان عقبال الأولاد مش الأولاد لا الجيزة ولا الجيزة البنات لا عقبال ما تشتري تلسكوب عقبال لا 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 عقبال ما تطلع مع ناس على الفضاء وتصور تصورني من فوق يا رب
خزان كلمة لمجدي. مجدي ان شاء الله بس هلا خلصت جامعة توفق بشغل وتكون ناجح ان شاء الله. انا معكم خزان ابا ايضا من كلية الفنون. غربية كلمة لمجدي يلا حبيبي. مبروك يا مجدي وكل التوفيق ان شاء الله حبيبي. شوفك على خير. اخر شيء مصور راسي يلا ارز ثواني هسه اجيبك.